ثيودسي حرية الإرادة، Free Will Theodicy. واحدة من أشهر الثيودسي أو التبريرات أو تبريرات العدالة الإلهية عبر التاريخ هي الثيودسي اللي قدمها أحد آباء الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى القديس أغسطينيوس أغسطينيوس أوف هيبو، والمعروفة باسم ثيودسي حرية الإرادة The Free Will Theodicy، واللي بتختلف عن دفاع حرية الإرادة البلاتينجا اللي ناقشناه قبل كده في إنها مش بتحاول إظهار خطأ إشكالية الشر، لكنها بتحاول تأديب تبرير لوجود الشر في العالم وتبرير حكمة الله في أفعاله. من الممكن صياغة الثيودسي على صورة جدلية كالآتي: واحد، الله خلق الكون وكل شيء فيه في حالة الخير. 2، بعد خلق الله البشر أنعم عليهم بنعمة حرية الإرادة. 3، بعض مخلوقات الله بدءا بالملائكة إبليس في الحالة دي والبشر قرروا بحرية إرادتهم إنهم يحيدوا عن خير الله ويخطئوا ويهبطوا من حالة الكمال. 4، استخدام حرية الإرادة أدى لظهور الشر الأخلاقي والطبيعي في العالم. 5، الشر الناتج عن أفعال البشر ليس شيء أو كائن لكنه نقص الخير في العالم. 6، الله في نهاية المطاف هينهي الشر في العالم ويحاسب المخطئين ويكافئ في مملكته الأبدية الأفراد اللي أنقذوا روحهم من خلال المسيح، ويرسل للجحيم الأبدي الأفراد العاصين. التبرير ده بيعد أحد أشهر الثيودسي المستخدمة منذ القرن الخامس الميلادي، نظراً لبساطته واتساقه بشكل كبير مع الأفكار الدينية الإبراهيمية. الفيلسوف الإنجليزي الأمريكي جون هيك أعاد إحياء الثيودسي دي في كتابات فلسفة الدين الحديثة. هيك جادل إن الشر ما هو إلا نقص أو فساد privation، وبالتالي الله ما خلقش الشر، الله خلق الكون في حالة كمال بدون شر أو معاناة. الشر دخل العالم من خلال معصية آدم وحواء الأولى اللي أدت لظهور الشر، وبالتالي عقاب الله في الكون، وبالتالي ظهر عقاب الله في الكون. الفكرة المعروفة عموما وتحديدا في اللاهوت المسيحي بالخطيئة الأولى The Original Sin، وإن البشر بيعانوا من الشر الطبيعي Natural Evil بقدر فسادهم عن حالة الكمال أو الخير الطبيعي الأولى. وبالرغم من إن المعصية الأولى أدخلت الشر إلى الوجود، إلا إن مازال في خير في العالم لأنه صادر من الله، لأن لو الطبيعة كلها شر لفنى الوجود. عند أغسطينيوس الله كامل القدرة والكمال، وفي إطار علمه وقدرته لا يوجد مجال لأخطاء واختيارات الكائنات الفانية. لكن لو سيادة sovereign الله مطلقة، إزاي ظهر الشر في ملكوته؟ يبدو أن في تناقض بين تبرير حرية الإرادة لأغسطينيوس من جانب ورؤيته عن سيادة الله على الملكوت وكماله من جانب آخر. بصورة أخرى، التساؤل المطروح: هل كان في مقدور الله كامل السيادة على الملكوت خلق أفراد قديسة دائما ما تختار الخير؟ ولماذا يختار الشر؟ ده بالإضافة لإزاي كائن كامل المحبة Omnibenevolent يخلق جهنم أو جحيم أبدي هيعذب فيه عدد كبير من البشر إلى الأبد. الفكرة اللي هتتحول بعد كده لإشكالية جهنم في أدبيات فلسفة الدين. إذن يبدو أن في تعارض بين سيادة الله God's Sovereignty وكمال خيره God's Goodness في عمله المهم مدينة الله The City of God اللي نشره سنة 1470. أغسطينيوس طور فكرة الحرب العادلة Just War، واللي طرح فيها موقفه اللي بيبرر فيه فكرة القتل والمعاناة والألم المقدر على الأعداء طالما إنها لسبب عادل Just Cause، وجادل إن السلام في وجه معتدي خاطئ اللي من الممكن إيقافه بالعنف بيعد خطيئة. الدفاع عن النفس وعن باقي المؤمنين ضرورة، خصوصا إن كان في سلطة شرعية أعلنت الحرب على العدو. بالرغم إن أغسطينيوس ما فصلش الشروط الضرورية للحرب العادلة، لكنه أسس لمبدأ السعي وراء السلام لابد وأن يحتوي أحيانا على خيار الحرب بكل تبعياته وآلامه طالما إنه هيحافظ على السلام على المدى الطويل. لكن أكد أن الحرب العادلة لا يمكن أن تكون حرب وقائية، لكن حرب دفاعية لاستعادة السلام.